لكم سعر تكلفة البناء لهذا البيت من الأساس حدد. السلام عليكم، اليوم جبت لكم شرح كامل عن تصميم وتكلفة البناء للبيت المئة متر الواتية 5 والنزال 20. ما راح أطول عليكم الفيديو، بالبداية خلنا نحكي شوية عن التصميم، ووراها راح أقول لكم إيش قد تكلفة البناء من الأساس حد التشطيب آخر شيء بالبناء. هسا بالبداية عندنا هذه طارمة منها صحيات خارجية بهاي الجهة صايرة مثل ما تشوفون قدامكم، هنا المدخل الأول مالت البيت وهنا المدخل الثاني، ذاك المدخل اللي هو على الصالة، هذا المدخل على الاستقبال. هسا خلنا ندخل جوا ونشوف تفاصيل هذا التصميم شلون صاير. طبعا مثل ما قلت لكم هذا البناء الواجهية 5 والنزال 20، مساحة مال البيت 100 متر. هسا عندنا هذا الباب اللي يفصل بين الصالة والاستقبال، هذا باب بالمستقبل راح يصير باب خشب، هسا حاليا مفتوح. عندنا الشباك صاير من هاي الجهة، شباك متر ونص بمترتين، هذا هو الشباك، شباك بي في سي صاير عندنا بجهة الطارمة منها، تقدر تخلي بيه مبردة او تخلي بيه شيء. فاحنا شو مسوين؟ مسوين المبردة دكتات مثل ما تشوفون، هاي الفتحة مالت الدكت مال المبردة بعدها ما كاملة، الدكت هذا نازل من السطح، طبعا هنا السبلت صاير بهاي الجهة نازل بصفه الدكت مال المبردة. المهم هسه خلينا نشوف بقية التفاصيل مال هذا التصميم. عندنا هذه الصالة 4 امتار ب 4 امتار ونص، بها درج قلبتين مثل ما تشوفون قدامكم، الدرج ما ماخذ من الصالة هواي، المساحة مالت الصالة كلش حلوة مرتبة. هذه الصالة بعد ما كملنا من الصالة، هسه خلينا نروح على المطبخ على الصحيات الأخيرة والغرفة. عندنا المطبخ هنا صاير على اليمين مثل ما تشوفون، المطبخ العرض مالته 4 امتار ونص على عرض القطعة، وهيجي القياس مالته يصير 3 امتار. وعندنا هنا صاير السينك طبعا بعده ما كامل، ما معلقين القطعة مالته الثانية. باب المنور صاير بهاي الجهة، هذا المنور المساحة مالته تقريبا متر و80 بمتر وربع، هذا المنور مطبقينه كاشي مخلين بيه، طبعا حتى الجدران مالته مطبقينها سيراميك مخلين بيه، الجيزر هنا مخلينه. المهم هسه خلينا نشوف التفاصيل مال هذا البيت من الداخل من الطابق الاول. بعد ما نكمل راح نصعد للطابق الاول، ومثل ما قلت لكم بالبدايه بنهايه الفيديو راح اذكر لكم سعر تكلفه البناء لهذا البيت من الاساس حد التشطيب. عندنا بهاي الجهه صاير الحمام، هذا الحمام المساحه مالته متر و80 بمتر و80 مثل ما تشوفون، مطبقه السيراميك، جدران مالته، الارضيه مالته جاهز، ما باقي بي اي شيء، مشطب البيت على الاخر، ان شاء الله بعد يوم او يومين راح ابو البيت راح يسكن بالبيت، يعني مكملين كل شيء، جدران مالته كامله، طبعا هذا الشغل الجدران، السيراميك، الارضيه، الدرج، هذا كله شغلنا، احنا شغلنا بالسيراميك وتعرفون. المهم هسه خلينا نطب على الغرفه الاخيره، هذه الغرفه الاخيره المساحه مالتها 4 امتار ب 4 امتار ونص، بها شباك صاير من جهه المنور، شباك مترتين بمتر وربع تقريبا، هذا الشباك من هاي الجهه صاير، خلينا نشوف الشباك. هذا سبلت عندنا منها من هاي الجهه، وهذا الشباك مالته بيطلاق طبعا فيه. مشتغلين الشباك بي في سي والاطار مالته حديد. هذا الشباك مالت المنور. هسه بعد ما كملنا من هذا الطابق الارضي راح نصعد للطابق الاول ونشوف تفاصيل البناء شلون صايره فوق، كم غرفه بانين، شو مسوين فوق. طبعا اكو هواي ناس تسال عن مكان العمل مالتنا، فاحنا راح اقول لكم بهذا الفيديو احنا عملنا بداخل محافظه كربلاء فقط، يعني ما نقدر نشتغل ببقيه المحافظات. وللتواصل راح اخلي لكم ارقام تليفون بنهايه الفيديو، تقدرون تاخذون ارقام التليفون تراسلوننا واتساب او تتصلون، اسيا واثير موجود عندنا. المهم هسه خلينا نصعد من على الطابق الثاني. هسه نصعد منها، طبعا هذا المدخل مالت البيت الثاني، عندنا الدرج هذا مطبقين البايات مالته مرمر، المحجر مالته الومنيوم. هسه خلينا نصعد على الطابق نشوف، طبعا صعده الدرج كلش مريحه، 20 بايه صاير عندنا. هنا مثل ما تشوفون هذا هنا ابو المحجر مسوي باب للامان على مود الاطفال، لا اكو واحد يوقع شيء، فهذا الباب مخلينا اكيد اهم شيء الامان. المهم هسه نصعد نشوف، هذا عندنا مكان الصالة جوا، هنا عندنا صايرة صعدة مال درج، صعدة بهاي الجهة صايرة على البيتونة، درج مكمل منها على البيتونة، الدرج نفس المكان مالته صاير من هاي الجهة. المهم هسه خلو نروح على الغرفة اللي صايرة بالواجهية، عندنا غرفة هنا صايرة بالوجه، المساحة مالتها 4 امتار ونص ب 4 امتار تقريبا، هذه هي الغرفة، خلينا نشعل الإنارة مالتها على مود تكون واضحة بالصورة. الأرضية مالتها مطبقينها بورسلين مثل ما تشوفون، بها شباك من هاي الجهة بي في سي مترتين بمترتين، وبهاي الجهة صاير الجهة الثانية صاير بها الباب مالت البلكونة، منها الباب على البلكونة. وطبعا أحلى شيء بالبيت هي الغرفة اللي صايرة بالواجهية، لأن راح تصير مكانها كلش حلو، باردة راح تصير، بها شباك، بها باب على البلكونة. المهم هسه خلوا نروح على الصالة اللي صايرة فوق، عندنا صالة فوق، عندنا صحيات، وبالأخير صايرة عندنا غرفة. هنا عندنا هذه صالة
طبعا هو جوا مطبخ مسوينها، فهنا مستغلينها مسوينها صاله مخلين بيها شباك مثل ما تشوفون. وبالنسبه للقياسات نفس قياسات المطبخ، ايش قد قياس المطبخ جوا، هنا نفس القياس بانينها على الحائط مالت المطبخ. هسه خلوا نروح على الصحيات. عندنا هنا صحيات صايره بهاي الجهه، وعندنا بعد الصحيات صايره غرفه. هذه الصحيات صايره منها على اليمين مثل ما تشوفون قدامكم، نفس قياس الصحيات اللي جواها، يعني ما بيها اي اختلاف، بس فقط هنا مسوين مقعد شرقي، هناك ما بيها مقعد شرقي بس مسوينها حمام. هنا كامله مثل ما تشوفون تشطيب، الارضيه مالتها كامله، الجدران مالتها كامله، فقط الباب البي في سي راح ينشد الباب وتصير جاهزه هاي الصحيات. هسه خلوا نروح على الغرفه الاخيره. هذه هي الغرفه الاخيره بهاي الجهه صايره، المساحه مالتها الطول 4.5 متر، هيك العرض مالتها 4 متر. هذه الغرفه الاخيره، هذا بغراض ابو البيت طبعا ذابها هنا، لان قلت لكم راح اليوم لو باكر راح ينتقل للبيت. عندنا شباك بهاي الجهه صاير، شباك متر وربع بمترتين، نفس القياسات مال الغرفة جوا، نفس الشباك ما بيها اي اختلاف. وهسه بعد ما كملنا من تصميم البيت خلينا نحكي شويه عن تكلفه البناء، فتعالوا وراي خلينا نحكي عن تكلفه البناء، ايش قد يكلف هذا البناء. وراح نبدي وحده وحده بالبناء. المساحه بالبدايه، المساحه مالت البيت 100 متر الواجهه 5 والنزال 20. هذا البيت موجود بمحافظه كربلاء، يعني اسعار البناء من محافظه المحافظة تختلف بالنسبه لاسعار محافظه كربلاء وتكلفه هذا البيت بالذات. بنينا الهيكل مالته الطابق الاول 16 مليون، وكملنا هيكل طابقين ب 29 الى 28 مليون تقريبا. الهيكل الطابقين من 28 الى 29 مليون. وبعد ما عرفنا سعر الهيكل خلينا نرجع للامور البقيه. اشتغلنا السيراميك متر و20 للصاله والاستقبال، سيراميك متر و20. الارضيه اشتغلناها كاشي، بالنسبه للدرج اشتغلناه مرمر، والمطبخ والصحيات اشتغلناها السيراميك الهندي من شركه ايتاكا، سعر المتر 14000 دينار، اما الكاشي سعر المتر 12000. البايات ما اعرف بالتحديد ايش قد سعر المتر مالتهن، ايش قد سعر البايه العفو. المهم بهاي المواصفات البناء، بهذه المواصفات راح نعطيكم السعر النهائي للبيت، يعني السعر تكلفه البناء من البدايه حد النهايه، ومن ضمنهن الكاونتر. طبعا صارت علينا التكلفه النهائيه لهذا البيت، التكلفه الكليه 65 الى 66 مليون، يعني من 65 مليون الى 66، من الاساس حد التشطيب. من اول شيء اول طابوق اندقت بالبيت لحد التشطيب لحد هاي المرحله، من 65 مليون الى 66 مليون. هسه عرفنا تكلفه البناء، طبعا هذه الارقام مالتنا للتواصل بخصوص العمل. وهنا بنهايه الفيديو اللي اتمنى منكم تسوي لنا لايك ومتابعه دعم وتشجيع على مود نستمر بالنشر، واللي عنده اي استفسار او ملاحظه يكتب لنا بالتعليقات، بس اهم شيء لا تنسون لايك على الفيديو على مود راح يوصل اكثر عدد من الناس، وتحياتي لكم.